إلى أولى مواضيعنا لنهار اليوم. تحدث وزير الصحة عن الذهاب نحو إصدار نصوص قانونية تفرض على الصناعيين والتجار الالتزام بالمعايير الصحية، يقصد نسبة السكر في على وجه خاص في إنتاج مختلف المشروبات السكرية، وذلك حفاظا على صحة المواطنين. وتحدث كذلك عن اعتماد مخطط يرتكز على التربية الصحية للوقاية من مختلف الأمراض. دعونا نستمع إلى هذا التصريح لوزير الصحة ولنعود. على رأس مجال محدد للوقاية وللتربية الصحية، وبين المجالات التي نوليها أهمية كبرى هي مجال السكري. مرضى السكر تقريبا نعيش معهم يوميا ومع مشاكلهم اليومية، ونعتقد أن في الجزائر هناك جمعيات ناشطة جدا، وأرى أمامي واحد من الجمعيات التي نعايشها كل يوم. أظن أننا في هذا المجال استطعنا أن نخطو خطوات عملاقة، لكن ما زالت هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن نمارسها، خاصة وأن المجال التجاري والصناعي لا يرحم. إذا كانت منطلق المجال الصناعي والتجاري يعتمد على هامش الربح، فنحن في قطاع الصحة نعتمد على هامش ربح المواطن أكثر من جانب ذلك. لذلك اعتمدت الحكومة على إصدار مجموعة من النصوص القانونية التي تفرض على الصناعيين وعلى التجاريين أن تكون المشروبات السكرية في نسبة معينة مقبولة وفق مقاييس طبية مضبوطة. للحديث أكثر مشاهدين حول هذا الموضوع يلتحق بنا عبر الهاتف الأستاذ فادي التميم، المنسق الوطني للمنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك. أهلا بك أستاذ. أهلا بك. ما رأيك بداية فيما تحدث عنه وزير الصحة، إصدار قوانين من أجل تنظيم عمل المؤسسات المنتجة والمؤسسات التجارية، المؤسسات التي تعمل في مجال المشروبات السكرية؟ أكيد، يعني هذا تكليلا لسنوات سنوات وسنوات، يعني خلينا نقول أنه عندنا أكثر من 5 سنوات ونحن نحارب على هذه الجبهة، لأنه الجميع يعلم أن كمية السكر الموجود في المشروبات الغازية الجزائرية والعصائر زايدة بزاف مقارنة بالنسب اللي معمول بها عالميا. لذلك يعني قبل 5 سنوات كان هناك عمل من طرف وزارة التجارة من أجل تقليل استهلاك السكر والملح والدسوم في المواد الغذائية المصنعة، لكن للأسف الشديد يعني هذاك العمل كامل توقف بدون أي سبب، وبقينا نستناو. تصوري معايا أنه خلال لقاء اللي جمع المنتجين وجمعيات حماية المستهلك ومصالح وزارة التجارة، طالب المنتجون في هذاك الوقت مدة 5 سنوات لإنقاص السكر من المشروبات الغازية، وهذا ما رفضته المنظمة جملة وتفصيلا. يعني قلنا أنه مدة 5 سنوات مدة كبيرة، وكانت حجتهم أن المستهلك الجزائري يعني يحب الذوق الشديد من السكر. قلنا لا، يجب أن تكون المدة أقل، لكن للأسف الشديد يعني فشل هذاك المشروع. الحمد لله الآن يعني وزارة الصحة يعني بادرت بهذه النصوص التنظيمية اللي احنا نرحبوا بها ونأيدوها بشدة، خاصة انه نعلم انه في الجزائر السكر مدعم، اي الدولة تنفق اموالا كبيرة لدعم مادة السكر، وفي المخرجات ايضا الجزائرية تدعم مجانية العلاج، ونشوف حالات المرض بالسكري وارتفاع ضغط الدم في الجزائر في ارتفاع كبير. هنا تصبح الخزينة العمومية خاسرة في المدخلات وخاسرة في مجانية العلاج، لأن الاستهلاك المفرط لمادة السكر يؤدي إلى يعني تزايد عدد المرضى بمرض السكري. طيب 5 سنوات، لماذا 5 سنوات؟ هل هذا الكم أو هذه المدة منطقية سيد فادي تميم، 5 سنوات من أجل الالتزام بالمعايير؟
أكيد يعني المتعاملين الاقتصاديين يبحثون عن يعني مصالحهم الشخصية، لأنه 5 سنوات إحنا قلناها بصراحة 5 سنوات مدة كبيرة، المدمن على مادة المخدرات أو المخدرات الصلبة يكفي عام أو أكثر من عام بشوي باهي يتخلص منه، وينك مادة السكر؟ وإذا كان المستهلك يستهلك كميات كبيرة من السكر، فعلى الدولة حتى المتعاملين الاقتصاديين من مبدا اخلاقيات المهنه ومن مبدا المواطنه ان يساعدوا الجهات المختصه في انه هذا المستهلك نعدلوا في الذوق تاعو، نقصوا في ماده السكر في هذه المشروبات. لكن اولا واخيرا المتعامل الاقتصادي، ونزيد نقول لك انه خلال هذه 5 سنوات لم يتغير شيء، بالعكس بقات نفس النسب المرتفعه، لانه المتعامل الاقتصادي اذا كان ما كانش قانون يجبره على إنقاص كمية السكر فهو مستفاد من الوضع، ويخافوا لأنه الآن بتغيير كمية السكر في المشروبات الغازية أكيد راح يتغير الذوق، راح تكون ردة فعل من طرف المستهلك. على المتعاملين الاقتصاديين أنه يعملوا ويبذلوا جهد من أجل يعني زيادة يعني المستهلكين، لأنه راح يتغير الذوق بنوع أو آخر، يعني هو جهد إضافي للمتعاملين الاقتصاديين من أجل تحسين الذوق وإقناع المستهلك. لذلك فهم يعمدون إلى بقاء الأمر على حاله. وصدقيني إذا في حالة الآن هذه النصوص التنظيمية اللي راح تخرج إذا ما سرعناش في فرضها وتسليط الرقابة على المتعاملين الاقتصاديين، أكيد مش راح يكون هناك استجابة من المتعاملين الاقتصاديين وراح تبقى الحالة على حالها. طيب هل أليس هناك بدائل أخرى لتعويض هذا الذوق وبالتالي إغلاق الباب أمام كل هذه الأعذار؟ أكيد هو جهد إضافي للمتعامل الاقتصادي. المتعامل الاقتصادي الآن عنده مدة كبيرة هو يعمل بنفس الطريقة وعنده الذوق وعنده الزبائن تاعه، يخاف من تغيير كميات السكر، لازم يبذل مجهودات إضافية من أجل إقناع المستهلك بمنتوجه، وهذا اللي يخاف منه المتعامل الاقتصادي، وهذا اللي يخلي المتعامل الاقتصادي يضغط من أجل بقاء الحال على حاله. لكن يعني في دول كثيرة في العالم سبقتنا في هذه التجربة، والمتعاملين الاقتصاديين لما كان القانون أجبرهم على تخفيض كميات السكر أصبحوا يعني استجابوا للعملية وبذلوا جهد، والآن هم يعني نسب السكر في المشروبات الغازية والعصائر وكثير من المنتوجات الصناعية، ما نحكيش فقط نسبة السكر في المشروبات الغازية، أيضا كاين منتوجات أخرى نسب السكر عالية فيها على ما تحدده منظمة الصحة العالمية. لذلك احنا نقول هذه فتح يعني بادرة خير من أجل الضغط بمواد استهلاكية أخرى، لأنه ما زال عندنا ملف الملح اللي موجود في المواد المصنعة، وإحنا حسب المنظمة وقالوا أن نسبه عالية مقارنة بالمعايير الدولية، وأيضا الدسوم اللي موجودة، فهذا الثلاثي اللي هو الملح والسكر والدسوم يشكل عبء إضافي على الدولة الجزائرية، لأنه تنتج منه أمراض وأمراض مزمنة، وتصبح الخزينة العمومية ملزمة بالإنفاق على الناس اللي تمرض بهذه الأمراض. من أجل الحفاظ على الصحة العمومية لازمنا نفتح هذا الملف، ولازمنا نضع قوانين صارمة مع آليات رقابة صارمة للمتعاملين الاقتصاديين من أجل الرجوع في النسب الموجودة في المواد الغذائية المصنعة بالنسبة للملح والسكر والمواد الدسمة. طيب وزير الصحة كذلك تحدث عن التربية الصحية، من أين يجب أن تكون البداية برأيك أستاذ فادي تميم؟ بالنسبة لنا التربية الصحية والتربية الاستهلاكية يجب أن تكون من المدرسة، من الفئات العمرية الصغيرة، لأنه بالخبرة يعني التجاوب المستهلك أو المواطن الراشد مع النصائح مع التوجيهات مع التحسيس ضعيف جدا مقارنة بتجاوب الطفل الصغير. احنا في المنظمة اقتنعنا بهذا الأمر منذ سنوات، لذلك الآن عندنا برنامج سنوي كامل يخص المستهلك الصغير. أيضا يعني نبارك أنه إدراج مادة التربية المرورية في المدارس، نتمنى أنه تضاف في التربية المدنية يعني جزء خاص
بالتربية الاستهلاكية أو الاستهلاك الصحيح، وأيضا بالتربية الصحية، لأن هذه الأمور كامل هي أمور سيحتاجها الطفل الصغير في حياته، وإن نشأ يعني على تربية صحية وتربية استهلاكية وتربية مرورية صحيحة، أكيد في الكبر راح يكون هو القدوة لأبنائه وتسهل علينا عملية التوعية والتحسين. طيب كيف يمكن كذلك تغيير من سلوكات البالغين والكبار كذلك فيما يتعلق بالغذاء؟ بالنسبة للغذاء يعني هاي التجربة الآن أمامنا، موضوع البالغين يحبذون الذوق اللي فيه السكر الزايد، على الدولة نص قوانين نحرمهم من هذا الأمر، لأنه إذا كان هذا المستهلك يفرط في استعمال السكريات أو استهلاك السكريات فهو يضر بصحته. لذلك أيضا الدولة عندها أطر قانونية يمكن أن تحرم المستهلك من الأمور اللي تسيء إلى صحته وإلى يعني التربية الصحية داعه. لذلك أيضا على جميع المناظر التحسيسية والتوعوية ومبنها المجتمع المدني عليه العمل على تحسيس حقيقي وفعلي لفئة المستهلكين على المستوى الوطني. صحيح أنه عندنا ثقافة استهلاكية ورثناها جيلا عن جيل أبا عن جد، لكن يمكننا بعملية التحسيس أنه نستقطب يعني فئات معينة من المجتمع الجزائري، وخاصة شكون اللي يحس بالعامية، نقولوا ما يحس بالتمرة غير اللي عافس عليها، يعني الناس اللي عندهم أطفال صغار في عمر 10 و11 سنة مرض بمرض السكري، العائلات اللي عندها الوالدين تاعها مرض بمرض السكري هما اللي يحسوا بخطر هذا المرض ومعاناة المصابين به. الآن حتى جمعيات يعني كاين جمعيات لمرضى السكري نشكروها عبر منبركم، هي تعمل على التوعية والتحسيس، وحتى النقطة المهمة وسائل الإعلام اللي لازمها أيضا تقوم معنا بحملات تحسيسية في إطار توعية المستهلك بالمخاطر الملح والسكر والدسم. طيب هل يقف الأمر عند المواد المصنعة من السكر؟ أم ربما كذلك بالنسبة لمواد أخرى، المواد التي يدخل في تكوينها حتى الأملاح أستاذ فادي تميم على غرار رقائق البطاطا مثلا اللي يتناولها الأطفال بشكل كبير حتى الكبار، كذلك أيضا اللحوم المصنعة واللي تحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح وتضر أيضا بصحة المواطن. أكيد يوجد كثير من الملفات الحساسة في الصحة العمومية اللي العالم كامل انتبه لها والعالم كامل يحاول يحيل في القوانين تاعه من أجل الصحة العمومية. نحكيه الآن على السكر، على الملح، على المواد الدسمة، نحكيه على المضافات الغذائية اللي دراسات علمية كثيرة أثبتت أنها من مسببات مرض السرطان، عافانا وعافاكم الله. لذلك على السلطات المخولة قانونا، يعني احنا نشكر وزارة الصحة اللي يعني ذات المشعل وحابة تفتح هذا المجال في موضوع السكري. نتمنى ايضا ان يفتح موضوع المضافات الغذائية، المضافات الغذائية ايضا موجودة واستهلاكها بكثرة خاصة بالنسبة للأطفال الصغار والنساء الحوامل يؤدي إلى كوارث صحية. نتمنى أن هذا الملف وفي الصحة في مجال الصحة العمومية كل ما يؤثر على صحة المستهلك أن قوانين تحيل بما يمنع استعماله وتداوله، ونفرض على المتعاون الاقتصاديين أنه يوجد بدائل. لماذا يوجد بدائل؟ لأنه يوجد دول أخرى منعت مضادات غذائية معينة في يعني المواد من المواد الاستهلاكية المصنعة عندها، لكن في الجزائر صحيح أن الدولة تبذل جهد ما ننكروش، لكن يوجد بعض المضادات الغذائية اللي ممنوعة عالميا ما زالت في الجزائر تستعمل في منتجاتنا الصناعية. طيب ماذا كذلك عن الإشارة إلى بعض المواد التي من الممكن أن تسبب حساسية لفئة ما، أو المواد التي لا تكون مناسبة، المضافات التي لا تكون مناسبة لفئة ما والتي يفترض أنها قانونا تدرج على العبوات مثلا، غير مناسبة لأصحاب مرض السكري أو غير المناسبة للنساء الحوامل أو المصابين بأمراض معينة، ماذا عن ذلك أستاذ فادي تميم؟ الآن يعني بصراحة القانون الجزائري يجبر المتعاملين الاقتصاديين على وضع الملاحظة
مثل مثلا المضاد الغذائي غير منصوح به للأطفال الصغار أو لنساء الحوامل. لكن وحتى يعني بنكون منصفين في هذه النقطة، كثير من المتعاملين الاقتصاديين يضعوا هذه الملاحظات، تنقصنا ثقافة قراءة الوسم، تنقصنا كمستهلكين أنه نراعيه لقراءة الوسم، لأنه في الوسم يوجد كثير من الأمور اللي نحتاجها كمستهلك من أجل أنه نحمي صحتي، لأنه كثير من المستهلكين ما يقرأوش هذه العبارات أو لا يراعون لها انتباه، وهذا أمر خطير. بينما الحمد لله يعني في الجزائر عندها فترة من وزارة التجارة يعني فرضت على المتعاملين الاقتصاديين أن يحطوا هذه الملاحظات في الوسم كالعبوات اللي تحتوي على يعني مضافات غذائية أو مواد خطيرة تمس بصحة الأطفال الصغار أو النساء الحوامل أو أصحاب الأمراض الحساسية. شكرا جزيلا لك الأستاذ فادي تميم المنسق الوطني للمنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك. إذن مشاهدينا، وزير الصحة كما قلنا تحدث دائما في سياق التغذية، الحفاظ على التغذية الصحية السليمة للمواطن الجزائري، تحدث عن التربية الغذائية وضرورة إعادة النظر فيها. نتابع. الحكومة اعتمدت مشروعا سمته مخطط المريض، أو ما نسميه باللغة الفرنسية لو بلان داكسيون دو مالاد. هذا المخطط يعتمد على كل المجالات التي تعني المريض، لكن المجال الذي أولينا له جانبا أكبر وهو التربية في مجال الصحة، ارتباطا كثير بالتغذية وبالمجالات التي أصبحت الآن مضرة مثل المشروبات السكرية والأغذية السريعة وغيرها التي التهمت صحة المواطن وزادت لبعض من المرضى الذين ربما ليست لهم دراية بالمسألة الكثير من الأضرار. لذلك يعتمد برنامج الحكومة على 7 محاور، هذه المحاور تدخل كلها في خانة واحدة وتصب في مجال واحد، وهو الاعتماد على الرعاية الصحية وجعل النصيحة والتوصية والإرشاد من بين المبادئ الأساسية في هذه المحاور. محاور تعتمد على الوقاية، تعتمد على توفير الأدوية، على المجالات المتعلقة بمرافقة المريض، بالتكوين للأطباء، إلى غيرها من محاور مختلفة في هذا المجال. طيب مشاهدينا، نواصل في هذا الموضوع. يلتحق بنا الدكتور الطبيب العام والأخصائي في الصحة العمومية الدكتور أحمد كواش عبر الهاتف. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير، مرحبا. أهلا بك دكتور أحمد محمد كواش. ما خطورة الكميات المضافة للمشروبات سواء من السكريات أو كما كان قد أشار إليه منذ قليل الأستاذ فادي تميم حتى المضافات الغذائية، ما حجم الخطورة الذي أو التي تتسبب بها هذه المضافات؟ تفضل. نعم بالفعل، وللأسف ربما هناك في الأونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة انتشار أنواع كثيرة جدا من المشروبات الغازية، وحتى بالنسبة للعصائر المختلفة، وكما تعلمون نحن على مقرب من شهر رمضان، الشهر الذي يتميز كذلك بانتشار كثير من المشروبات، مثلا ما يعرف حتى ما يعرف بالشربات التي للأسف تحضر في ظروف صحية غير مناسبة، وحتى بالنسبة لمحتوياتها تضر بالصحة. نعم وللأسف ربما أغلبية، أؤكد أن أغلبية المشروبات غير مقننة، لأن بعض المشروبات التي معدومة حتى المصدر، يعني نعرف مصدرها، تركيبتها، يعني تباع بطريقة فوضوية من خلال نسبة السكر المرتفعة جدا، ونسبة السكر المرتفعة جدا هي هذه تسبب في أمراض مختلفة. لماذا؟ لأن يجب أن نعلم بأن استهلاك السكر بكمية كبيرة جدا هو يعتبر من العوامل المساعدة على اكتساب الوزن والبدانة، والبدانة هي مؤشر
وبداية الإصابة بمختلف الأمراض من بينها الداء السكري وكذلك أمراض القلب والشرايين. إذا نسبة السكر مرتفعة. عن الجانب الثاني هو مهم جدا حتى بالنسبة للمحتويات، يعني المرونات، وهي أمر خطير جدا. وقبل أيام كان احتفال باليوم العالمي للوقاية من داء السرطان. المرونات الموجودة في أغلب المشروبات الغازية والعصائر هي مرونات غير طبيعية، وبالتالي لا يصعب على الكبد التصرف معها، يصعب على الكلى أن تصفيها، فتتراكم وتتسبب في أمراض خطيرة جدا. إذا عندنا المرونات هي موجودة مكتوبة في أغلب العلب التي نشتريها، مكتوبة على شكل أرقام حروف لاتينية بأرقام مختلفة، وتذكر وهي مواد قول مسرطنة. عندنا بالإضافة إلى الحوافظ، حتى الحوافظ التي تضاف إلى المشروبات الغازية هي مواد كذلك مسرطنة، فيجب علينا أن ننتبه إلى هذه الأمور الصحية. طيب، ما هي البدائل اليوم أمام المصنعين وأمام المستهلكين؟ دكتور أحمد كواش باختصار لو سمحت. أكيد، بما البدائل هي الثقافة الصحية، لأن يعني البدائل هي بين المواطن وبين المستهلك وكذلك بالنسبة للبائع. بالنسبة للمواطن عليه يجب أن تكون عليه ثقافة صحية من خلال نوعية المادة المستهلكة، مصدرها، تركيبتها. والجانب الثاني وهو عدم الإفراط فيها، يعني إحنا لا نحرم أو نمنع عامة المشروبات الغازية، ولكن يجب أن نختار النوع المناسب ولا نتناولها بشكل مفرط. مع شهر رمضان للأسف تزيد نسبة الاستهلاك وكذلك فصل الصيف. الجانب الثاني وهو مهم جدا هو الجانب الخاص بالمراقبة ومسؤولية وزارة التجارة وكذلك وزارة الصحة من خلال مراقبة الشركات المنتجة لمختلف المشروبات الغازية التي يجب أن تراعي الشروط العالمية في إنتاج وتصنيع المشروبات والعصائر بدفاع عنها. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد كواش الطبيب المختص في الصحة العمومية، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك.